معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور شريف فايد، استشاري أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الزهراء في دبي. دكتور شريف مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه الطب في مجال مكافحة مرض السل طوال العقدين الماضيين، إلا أن هذا المرض ما يزال يتصدر قائمة الأمراض الفتاكة والمعدية في جميع أرجاء العالم. بالضبط، هو مرض السل ابتدى من زمان، من قديم الأزل، من أيام الفراعنة اكتشفوا ميكروب السل في المومياوات. وللأسف هو ميكروب بيقاوم الظروف والعوامل الخارجية، فلقوا أن الميكروب ما زال يعيش في الموميا طوال هذه الآلاف من السنين. ولكن بالرغم من ذلك، هو ميكروب السل هو ميكروب ضعيف، ممكن أن احنا نعمل تطهير بصورة بسيطة جدا بالأشعة فوق البنفسجية، أشعة الشمس اللي هي متاحة لأي حد. ولكن للأسف مرض السل بينتشر ضمن المجتمعات الأقل حظا من حيث مستوى المعيشة، ولذلك لأن هم بيكونوا عايشين في ظروف معيشية سيئة، فبيمكن انتقال المرض بسهولة. ولذلك احنا ابتدى ينتقل المرض للمجتمعات الأعلى حظا في المستوى المعيشة، وذلك لوجود فئة العمالة اللي هي ممكن ما بيكونش تعمل لها الفحص بصورة مظبوطة. طيب، أو اتفضلي دكتور، هنا ما أعراض المرض وما أهمية أخذ التطعيم ضده لتفادي الإصابة به؟ أعراض المرض بتتراوح ما بين أشياء كتير، ولكن بيكون أهمها تعرق بالمسا، نزول في الوزن، ارتفاع بالحرارة بالمسا، السعال المستمر بصورة غير مبررة، وممكن سعال الدم، وبالإضافة إلى فقدان الشهية. هذه تعتبر من أهم الأعراض لمرض السل. بالنسبة لتطعيم السل، هذا التطعيم في دول العالم الثالث عموما بيكون إجباري في السن الصغير، في الشهور الأولى من الحياة، فمعظمنا احنا خدنا هذا التطعيم. نعم. طيب، هل من طرق أو نصائح دكتور شريف لتفادي الإصابة بالمرض، بالإضافة طبعا إلى أخذ التطعيمات؟ طبعا التطعيم ده شيء إجباري، فمعظم الناس بيكونوا واخدينه. الشيء الثاني إن احنا دايما في الأماكن المزدحمة لازم نكون حذرين، نحافظ على المسافات، التهوية الجيدة للمنازل، تعريض الفرش المنزلي إلى الشمس مرة أسبوعيا على الأقل، التغذية الجيدة المتوازنة لأنها بتساعد في رفع المناعة. إذا كان في أي عمالة بالمنزل لازم يتم فحصها دوريا، وإذا كان في أي أعراض غير مبررة للجهاز التنفسي لازم الذهاب إلى الطبيب فورا للفحص. دي أهم الأشياء. شكرا جزيلا لك. إذا حدثنا عبر الهاتف من دبي الدكتور شريف فايد، استشاري أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الزهراء في دبي.